التزمت الصمت ترفعا وتساميا من نساءات تحدث من البعض لمصلحة الكويت واستقراره بالرغم من افتعال المشاكل مع الرئيس. نشوف التقرير. يعلم الجميع وأنتم منهم أنه منذ بداية استلامي رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الحالي أنا مديدي للجميع دون استثناء، وذلك لمصلحة الكويت واستقرارها وتفضيلا للمصلحة العامة على أي مصلحة خاصة. وفي أحيانا كثيرة التزمت الصمت ترفعا وتساميا عن بعض الإساءات اللي تحدث من البعض، لأني عارف يعني أن هناك في أطراف تريد أن تخلق مشاكل مفتعلة مع الرئيس في كل شاردة وواردة، وأنا يعني فضلت الترفع والتسامي عن هذه الأمور، إلا أن هناك في بعض الأحيان تكون هناك أحداث وأمور تحتاج إلى وضع النقط على الحروف، وأيضا لكي لا يفهم أحد بأن عدم الرد هو عدم قدرة على الرد، إنما أؤكد عدم ردي على الكثير من الإساءات هو ترفع من أجل المصلحة العامة. أيضا أخونا مرزوق